طب الواحد بيلاحظ دائما يعني اللي متابع للمواضيع الفنيه انه دائما انت حضرتك متواجد في جنازات زملائك في العزاء، ما بتهتم لا بالكاميرات، ما بتهتم لا بالزحمه، على العكس يعني في كثير فنانين بيتجنبوا هذا الشيء، انت لا بتروح وبتمشي في الزحمه، هذا الحرص منك ايش سره؟ تعلمته من اهلي، تعلمته من ابويا ان انا اكون صاحب واجب، وال يعني المعزة او المأتم او توديع شخص عزيز عليك واجب 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 واجب. يمكن الافراح مش مهمه قوي ابقى حريص ان انا اروحها، انما حينما افقد انسان عزيز علي او يفقد الوسط الفني انسان عزيز علينا كلنا، او حتى افقد احد اصدقائي اللي خارج الوسط الفني او حد من اهلي، ابويا علمني ان انا حريص على اني اكون صاحب واجب ولازم اؤدي الواجب.